صعبة وصعبة جدا. وفريق شبيبة القبائل مع الجمهور القليل اللي حضر اليوم لملعب 5 جوليا سيجد من دون شك صعوبة أمام هذا الفريق العتيد في إفريقيا. يمثل شبيبة القبائل كل من حمداد دودان بالحملات مفتاح أيت عبد الرحمن عدان حاج عدلان معوش أيت طاهر بن قاسي عمير ورشيد الويوة في الاحتياط عميرات بالحاج بوبريط وعبان. أما عن تشكيلة فريق أفريكا سبور فغراغبو لينيو هوبو وطرا لو كومارا كون ماجي سيرج اوليها احمد وطرا بوغري ياغو واوكولوسي جابرييل في الاحتياط توفيق ملك كذلك في الاحتياط سميث جيمس في الاحتياط يهوى دالي وعلي دوميا. يدرب فريق افريكا سبور السيد رشيد الشرادي المدرب الوطني السابق. اما فيما يخص طاقم التحكيم فالساده الحاجي فاي حكم دولي معروف في افريقيا وجوبي باي وشام حسن وثلاثي التحكيم هذا من غامبيا. عبد القادر الانطلاقه راح تكون بعد لحظات فاليك الخط. نعم مره اخرى سيدتي اوانسي سادتي احييكم من ملعب 5 جويليا وين راح نشاهد بعد قليل لقاء هام بين الفريقين. ولو ان النتيجه كانت ثقيله في المقابله الاولى اي مقابله الذهاب لصالح فريق افريكا سبور اللي هو في الحقيقه منتخب وطني يضم 8 عناصر من كوت ديفوار في الفريق الوطني الى جانب نيجيري معروف اوليا تومبسون اللي يحمل رقم 14 لاعب دولي وكذلك في الاحتياط فيه زوج لاعبين دوليين فيه اوكولوزي جابرييل من نيجيريا فيه توفيق ملك من نيجيريا وسميث جيمس من غانا مما يبين ان الفريق متكامل فريق عنده لاعبين ممتازين والدليل على ذلك هي النتيجة الثقيلة اللي كان سجلها أمام فريق عتيد فريق قوي اللي هو فريق شبيبة القبائل لكن أمام فريق أفريكا سبور كان ضعيف وهذا باعتراف مدرب فريق شبيبة القبائل السيد نور الدين سعدي. إذا ربما نقول باللي حظوظ شبيبة القبائل ضئيلة جدا وضئيلة جدا ولو أنه في كرة القدم كل شيء ممكن لكن نتيجة 4-0 من الصعب جدا باش فريق شبيبة القبائل يعاود يسترجع يعني هذه النتيجة ويفوز أمام فريق مثل هذه. المهم أننا نريد أن نشاهد مقابلة جيدة يؤديها فريق شبيبة القبائل حتى على الأقل نكون راضيين بالمستوى تاع كرة القدم الجزائرية اللي بالحقيقة انخفضت والأسباب عديدة ونتمنى أنه هذه الرياضة تعالج في بلادنا لأنه اللاعبين موجودين كما يقال المادة الخامة ماتير غريز موجودة لكن المدربين كذلك موجودين لكن أين هو هذا المرض وكيف جاء هذا المرض؟ أسئلة عديدة تطرح وينبغي أن نجد الحل ونجد الأجوبة حتى نصلح ما فات لأنه حقيقة ما نتمناش أننا نشاهد الكرة الجزائرية اللي كانت في القمة أصبحت انخفضت والدليل على ذلك هي الغلطة الكبيرة الإقصاء الجزائري من كأس إفريقيا من أجل أخطاء إدارية فادحة. إذا اللقاء راح ينطلق لصالح شبيبة القبائل حاج عدلان وبن قاسي الكرة للوراء ثم دودان سيرج ماغي من أحسن اللاعبين في كوت ديفوار معروف قائد فريق أدى دوره كبير في الفريق الوطني معروف سيرج ماغي الكرة في وسط الميدان شوف تغيير الأجنحة وتخرج الكرة تماس. ذكر أنه فريق كوت ديفوار يدربه رشيد شرادي الجزائري اللي كان يساعد المدرب روغو في الفريق الوطني وها هو انتقل الى كوت ديفوار ليدرب فريق افريكا سبور اللي هو من احسن الفرق وقبل ما يكون في افريكا سبور كان في البوراندي ودرب كذلك فريق هناك مده 4 سنوات. الكره في وسط الميدان سيرج ماغي من اللاعبين الممتازين والكرة تعود دائما في منطقة فريق كوت ديفوار.
أوليا تومبسون، هذا اللاعب رقم 14 لاعب دولي من في صفوف نيجيريا. شوف فيه أحد اللاعبين من شبيبة القبائل ساقط على الأرض، والحكم الحاج فاي من غامبيا، معروف الحاج فاي من أحسن الحكام، وكان حقيقة في كل مرة يؤدي دوره كما ينبغي. نتمنى اليوم أن يكون في المستوى. وشوف حاج عدلان هو ساقط على الأرض، حاج عدلان يتلقى ضربة، حاج عدلان من المهاجمين اللي كانوا في المستوى. حاج عدلان اللي يحمل رقم 7، اللاعب السابق في اتحاد العاصمة، حاليا يلعب منذ سنتين في صفوف شبيبة القبائل. إذا نشاهد حاج عدلان تلقى ضربة، حقيقة ضربة أثرت عليه نوعا ما، يبقى دائما ساقط على الأرض. حكام الثلاثة الحاج فاي، جوبي باي، وشامي حسن من غامبيا. أما محافظ المقابلة كوميسارو ماتش السيد باحو محمد. إذا لقاء ينتظر أن يكون في القمة نظرا لإمكانيات الفريقين، خاصة فريق أفريكا سبور لفريق متكامل وفريق عنده إمكانيات كبيرة، بينما الشبيبة عناصر شابة تنقصها الخبرة. وربما فريق الشبيبة راح يدير مقابلة جيدة، شيء اللي يسمح لجمهوره بالدرجة الأولى والكرة الجزائرية تسترجع النفس من جديد، لأنه بعد إقصاء كل من مولودية وهران، اتحاد الحراش، وبدون شك كذلك فريق شبيبة القبائل. أقول هذا بكل روح رياضية، لأنه فريق شبيبة القبائل ما عندوش إمكانيات كبيرة باش يفوز اليوم، وهذا سعدي نور الدين على الصورة، باش يفوز اليوم أمام فريق عتيد، خاصة النتيجة 4-0 ثقيلة وثقيلة جدا. ويبقى دائما حاج عدلان وحيرة المدرب سعدي نور الدين، لأنه ما يحبش يضيع مهاجم مثل حاج عدلان في بداية اللقاء. إذا هذه بعض المعلومات في انتظار استئناف في اللقاء، وبعد دقيقتين فقط توقف اللعب. راح نتابع وصف هذه المقابلة مع زميلي عبد الحفيظ شيخ. إذا سيدتي وسادتي، التماس لصالح فريق أفريكا سبور، ودودان اللي تم إقحامه اليوم في تشكيل فريق شبيبة القبائل بعد ما كاروف يعني معاقب في لقاء الذهاب بعد تلقيه إنذارين، وبذلك خرج من اللقاء الأول وما يشاركش في هذا اللقاء. دودان هذا الشاب اللي يلعب كمدافع أيمن، خلف كذلك مكان صادمي الذي لعب كلاعب احتياطي في لقاء الذهاب، وصادمي لم يظهر منذ عودة فريق شبيبة القبائل إلى أرض الوطن، يعني بعد ما سافر إلى أبيجان. وبذلك المدرب نوردين سعدي ما قحموش في هنا في التشكيلة نتاع الفريق، ولعب هذا الشاب، طبعا شاب اللي عنده إمكانيات، سيرج ماجي، ومحاولة وتسلل وخطورة سيرج ماجي قائد الفريق. سيرج ماجي اللي كان لعب دور كبير في ويلعب دور كبير في الكرة الإيفوارية، سواء في الفريق الوطني الإيفواري أو الفريق هذا أفريكا سبور، الفريق الكبير الإفريقي، هذا فريق يعتبر فريق محترف. طبعا فيه لاعبين نيجيريين ولاعب من غانا في صفوف هذا الفريق. محاولة من ناماوش على الجهة اليسرى، وبنقاسي يحاول المراوغة ويتعدى، ومخالفة لصالح دفاع أفريكا سبور. طبعا المهمة صعبة لشبيبة القبائل، ورغم ذلك فالجمهور احضر ولو ماهوش يعني كثير، ولكن احضر لهذا اللقاء. أيت عبد الرحمن عدان قائد الفريق في وسط الميدان، مفتاح حذري من الخطأ لعدان رقم 6 أيت عبد الرحمن على الجهة اليسرى. بن حملت اللاعب الدولي، ومحاولة من عمير ورشيد لكن مخالف.
ذكر أن لقاء الذهاب انتهى بأربعة صفر، هدفين في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. مفتاح محي الدين طويلة ناحية حاج عدلان والتسلل، تسلل يعلن عليه حكم التمس لصالح غراغبو أبو ماكير حارس مرمى أفريكا سبور. لوبياي أو لوباي ريفا هم يعني تقريب كل اللاعبين دوليين هنا، كلهم مروا على الفريق الوطني وفيهم من يلعب حاليا في الفريق الوطني الإيفواري. أماوش، أماوش رقم 8 يحاول لمحي الدين وتخرج الكرة، تمس تمس لصالح شبيبة القبائل. ودودان رقم 14 بن قاسم من أحسن العناصر بن قاسم في صفوف شبيبة القبائل، يتحرك كثير في الهجوم. أيد طاهر حاج عدلان في هذه المحاولة لبن قاسي، بن قاسي على الجهة اليمنى يحاول ويتحصل على الركنية، حصل على الركنية بعد تدخل هوبو أرسن، هوبو أرسن المدافع الأيسر للمنتخب الوطني الإيفواري. إعادة الركنية من أيت الطاهر ليحمل رقم 9 اليوم، يلعب كقلب هجوم ويمتاز كذلك، تميز ركنيته بالدائرية، ركنيات دائرية. أي طاهر في انتظار إعلان الحكم عن التنفيذ، ينفذ أي طاهر طويلة ناحية من حاج عدلان وكورته خارجة، حاج عدلان كورته خارجة. 6 أمتار لصالح فريق أفريكا سبور. بداية صعبة بعد مرور 6 دقائق بحيث توقف اللعب لمدة تقريبا دقيقة أو دقيقة ونصف، والنتيجة دائما متعادلة 0-0 بين الشبيبة شبيبة القبائل وأفريكا سبور. فريق الإيفواري لحد الآن ما ظهرش إمكانياته الحقيقية. نشاهد أنه فريق أفريكا سبور ربما النتيجة اللي سجلها في لقاء الذهاب يريد بطبيعة الحال أن يحافظ عليها، لكن نريد كذلك أن نشاهد الفنيات ما دام الفريق الإيفواري عنده عناصر كبيرة، عناصر في الفريق الوطني اللي تقريبا هذه العناصر الإيفوارية شاهدناها في كأس إفريقيا لسنة 92 التي جرت بالسنغال. هذا بن قاسي، بن قاسي باتجاه حاج عدلان والحارس، هذا غراغبو أبو ماكير الحارس الثاني في صفوف الفريق الوطني. روف ثم الكرة لوسط الميدان، أوليا تومبسون لاعب رقم 14 ما توصلش الكرة، ولصالح الشبيبة من جديد باتجاه دودان، دودان ثم بن قاسي تبادل كروي، فيه تسلل، فيه تسلل، فيه تسلل للاعب حاج عدلان. ساعد الحكم أشار إلى التسلل ولو أن الكرة لمست أحد اللاعبين، وبالتالي في القانون يقول أن اللاعب عندما يتلقى الكرة من الخصم ما فيش تسلل، لكن ربما الحكم ما شاهدهاش. المهم أنه أعلن على تسلل طريق الخط لين، فريق شبيبة يطبقها كما ينبغي، لكن حذاري عندما نلعب مع عناصر سريعة وعندها تجربة فحذاري من الخطة اللي نطبقها. تبادل كروي قصير ونظيف لصالح الشبيبة، تدخل قوي ومخالفة، مخالفة لصالح شبيبة القبائل. بعد مرور 10 دقائق من الشوط الأول هذا، نتيجة دائما 0-0. خلفه فوق المرمى
فوق المرمى. الكرة هذه من بن حملات وتمر فوق مرمى الحارس كابكو أوبو ماكير. أتمنى أنه على الأقل الشبيبة تسجل نتيجة مشرفة في هذا اللقاء، لأنه بعد النتائج السلبية اللي سجلتها فرقنا في مختلف منافسات الإفريقية فحقيقة شيء مؤسف. تبادل كروي في منطقة الشبيبة ثم انطلاقة من دودان، دودان في اتجاه أميرو، دخل الدفاع، شوف كيفاش يبعد من الكرة من منطقته. هذا أوبو أرسان اللي كان من العناصر الممتازة، شوف الانطلاقة السريعة، الانطلاقة السريعة والتبادل الكروي سريع وكاد يكون الهدف. لقطة كانت سريعة من لاعب هذا رقم 15، اللاعب رقم 5 كوني إبراهيم، لاعب دولي في الوسط، يغير تماما أميرو ما توصلش كورتو. هذا ماجي، سيرج ماجي اتجاه اللاعب الممتاز بوغرياغوي، هذا اللاعب رقم 4 اللي كان تكلم عليه كثير المدرب سعدي نور الدين، قال يمتاز بالسرعة والقوة. حتى الآن على كل حال ما شاهدناش، لكن راح نشاهد، لأنه شوف اللقطة، شوف اللقطة غير رياضية، وبالتالي من المفروض تكون فيها بطاقة صفراء، بطاقة صفراء بالفعل للاعب رقم 4 بوغرياغوي، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء للاعب الإيفواري 26 سنة هذا لاعب بوغرياغوي. عدة لاعبين من نيجيريا، 4 لاعبين لكن ما يشاركوش، كل ما عدا واحد يشارك، 2 في قائمة الاحتياط، وفيه لاعب من غانا كذلك في قائمة الاحتياط، وفيه لاعبين كذلك من الكونغو ما يلعبوش في هذا اللقاء، مما يدل انه فريق افريكا سبور عنده امكانيات كبيره راح نطرق اليها فيما بعد. شوف القوه تاع اللاعب بوغري ينطلق، كيف يرتكز على اللياقه البدنيه تاعو. هذه المره اللاعب رقم 4 مفتاح محيدي اللي وقفوا طريقه غير شرعيه، وبالتالي هو الاخر راح يتلقى بطاقه صفراء. يحاول حاج فاي في بدايه هذا اللقاء أن يتحكم في المقابلة، يتحكم في المقابلة ومخالفة. ذكر أنه البطولة في كوت ديفوار 16 فريق في البطولة، بطولة القسم الأول، ومقسمة إلى مجموعتين، كل مجموعة فيها 6 فرق، وثلاثة الأوائل من كل مجموعة هما اللي يلعبوا البطولة النهائية. وحاليا حاليا فريق أفريكا سبور أهل إلى الدور النصف أو الدور النهائي، راح يتقابل مع إحدى الفرق اللي راح تلعب، وهي فريق بحيث أنه فاز على فريق ستيلا من أحسن الفرق في الدور النصف النهائي، وفاز كذلك على كل الفرق القوية، يحتل المرتبة الأولى في البطولة وتأهل إلى الدور النهائي من كأس كوت ديفوار. البطولة في كوت ديفوار تنطلق في شهر فيفري وتنتهي في نهاية نوفمبر. هكذا إذن فريق أفريكا سبور يستعمل كل الإمكانيات والوسائل حتى يكون عنده أحسن فريق في إفريقيا، ومن دون شك يعتبر من أحسن الفرق، لكن صراحة لحد الآن ما شاهدناش الشيء الكثير بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول هذا، ومخالفة في التنفيذ. سيرج ماكي، سيرج ماكي راح ينفذ المخالفة، ومجموعة كبيرة من اللاعبين في منطقة الحرس حمانات، وتخرج الكرة تماس لصالح شبيبة القبائل. تماس لدودان رقم 14 الشاب دودان، لأيت عبد الرحمن، أيت عبد الرحمن فتحة ناحية حاج عدلان، وتدخل هوبو أرسان، أيت طاهر، أيت طاهر، الطاهر، ومخالفة، مخالفة يرتكبها أوليها تومسون رقم 14 اللاعب النيجيري. عدان، عدان لبن حملات على الجهة اليسرى،
المدافع الايسر يحاول لكن تدخل الدفاع وضيع الكره هذه تصبح لصالح شبيبه القبائل من جديد بعد تدخل بن قاسي. دودان لأي طاهر بن قاسي ولمسه يد من بن قاسي فيه تسرع من لاعبي شبيبه القبائل وطبعا هذا بعد الحراسه المشدده على المهاجمين من شبيبه القبائل. لوباي رقم 6 واستعمال طريقة الخط تسلل لصالح شبيبة القبائل ومع محي الدين مفتاح في الدفاع وكذلك أيت عبد الرحمن دودان وبن حملات على الجهة اليسرى. بن حملات يحاول هو الآخر الصعود للهجوم ويدخله بوأرسان لعدان 29 سنة عدان. دودان ضيع له هذه الكرة. شاب ما عندوش خبرة كثيرة مع في مثل هذه اللقاءات وبمثل هذا الحجم. محاولة من بوغرياغو ويتحصل على ركنية. هوي هذا بوغرياغو وهذا جانب الاحتياط لأفريكا سبور والمدرب السيد رشيد شرادي. وفي تنفيذ الركنية سيرج آلان سيرج ماجي أو تمس لصالح أفريكا سبور. كرة طويلة بدون شك طويلة ناحية حمناد وكادت الكرة تخادع حمناد ودفاع شبيبة القبائل بعد هذه المحاولة من رقم 14 أوليها تومسون. مفتاح يبحث عن رفاقه في الهجوم عميرو أماوش كرة في أخذ ورد ودودان طويلة لكن ما فيش أحد. أيت عبد الرحمن أمامه دودان على الجهة اليمنى. أيت عبد الرحمن وضيع من دودان أو أمعوش عفوا رقم 8 لعدان بن حملات. عميرو في هذه المحاولة وتروح الكرة لعدان ومخالفة لصالح فريق أو تماس لصالح فريق أفريكا سبور. أي الطاهر يفتح لكن تروح لي سيرج أو ماجي في وسط الميدان. عدان شوف ما فيش تركيز من لاعبي شبيبة القبائل. بن حملات على الجهة اليسرى يحاول وتدخل المدافع الأيمن لينيو لتصبح مخالفة لصالح فريق شبيبة القبائل. عدان لمفتاح ناحية أمعوش في هذه المحاولة ولكن يقذف وركنية لصالح فريق شبيبة القبائل. حصل أمعوش على الصورة على ركنية نفذها بن قاسي ويلا ويخرجها لينيو إلى التماس أو إلى الركنية مرة ثانية. مهمة الشبيبة مهمة صعبة اليوم أمام هذا العملاق فريق أفريكا سبور لجل لاعبيه في المنتخب الوطني الإيفواري وعندهم خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية. بن قاسي ورغم ذلك شبيبة القبائل تحاول خلال هذا الشوط الأول وعدان والكرة في يد الحارس يراقبوا أوبو. دودان لأيت عبد الرحمن ومفتاح يأخذ الكرة مفتاح لمن
يفتح ناحية أمعوش أو بن قاسي على الجهة اليسرى. هاي عبد الرحمن يتفوق في هذه الكرة وأمعوش عدال مفتاح مفتاح لهاي عبد الرحمن. طويلة من أيت عبد الرحمن دودان على الجهة اليمنى أمام حاج عدلان ويفتح ناحية تعميره لكن الكرة تروح لدفاع الإيفواري. لينيو محاولة لصالح أفريكا سبور ومخالفة مخالفة ترتكب أمام أوليها تومسون رقم 14. ثلاثي التحكيم من غامبيا السادة الحاجي فاي وكذلك جوبي باي وشام حسن حكم السيد الحاجي فاي حكم دولي منذ 1979 فتحة لأفريكا سبور ومخالفة مخالفة لصالح بن حملات بن حملات أمعوش يرجع للدفاع طويلة ناحية حاج عدلان حاج عدلان وأمامه بن قاسي يحاول لكن يروغ كثير حاج عدلان و لصالح أي طهر عدل يحاول شبيبة القبائل أنه يجد ثغرة ولكن تجمع في الدفاع لأفريكا سبور وهوبو أرسان يخرج هذه الكرة للتماس تماس لصالح شبيبة القبائل عن طريق مفتاح مفتاح لبن قاسي فيه نشاط من جانب شبيبة القبائل لكن ما وجدش المهاجمين ما وجدوش الثغرة باش يوصلوا للشباك الحارس حارس أفريكا سبور حذاري أيت عبد الرحمن حذاري من أخطاء حذاري من أخطاء وأمام مفتاح مفتاح في هذه الكرة وتخرج الكرة ست أمتار ست أمتار بعد المحاولة تاع أحمد وطارة لاعب دولي كذلك هو أحمد وطارة اللي يحمل رقم 9 لها عميرو فيه مخالفة لكن الحكم ما أعلنش عليها تقديم الرجل من المدافع الإيفواري في هذه المحاولة كوني إبراهيمة تعود له الكرة لينيو تروح الكرة لكومارا ياكوبا شوف كان خطأ من المدافع الأيسر وتروح الكرة لبن قاسي بن قاسي ناحية من يراوغ بن قاسي ويتحرك كثير والكرة لعميرو ضيع لعميرو ضيع لعميرو ما فيش تركيز ما فيش فيه نوع من الارتباك في صفوف فريق شبيبة القبائل دودان دودان على الجهة اليمنى يحاول شوف كورتو تضيع وتروح لهوبو أرسان و مفتاح أو إسعاف عنصر من أفريكا سبور بعد سقوطه معنا المدرب السابق المعروف عبد الوهاب مراد
اللي تبع معنا هذا اللقاء، ما هي انطباعاتك الاوليه فيما يخص اللقاء هذا؟ هل يعني ممكن شبيبه يعني يغير مجريات يعني المقابله من بعد المقابله الاولى؟ في الحقيقه يعني نظرا للنتيجه اللي سبقت يعني هذا الشيء من البدايه يعني ظاهر باللي صعب، ولكن صعب ولكن ليس مستحيل، ولكن يعني كما نشوفوا هنا في بدايه هذا بدايه المباراه هذه، على كل حال الفريق الافريكا سبور في واضح يعني ما في هما اللي راحين يعملوا اللعب كما يقولوا، هما الان راهم يركزوا اللعب تاعهم على يعني تجمع في الدفاع وانطلاقه يعني سريعه بالهجمات المعاكسه، وهذا الشيء يعني ما نظنش يعني باللي الاخ سعد نور الدين يعني زميلي يكون نجهل هذا الشيء، هو عارف باللي هذه هي الطريقه اللي راح يستعملها الخصم، هذا الشيء واضح. تكون فايز باربع اهداف مستحيل يعني باش انت اللي هذه يعني النظره الاولى، يعني فيها اشياء اخرى اذا عايز يعني تكمل. تفضل. على كل حال احنا ما دام نتابع في المقابله، فاذا هذه فيما يخص الملاحظات الاولى تاعك وفريق الشبيبه لحد الان، الطريقه اللي راه يطبق فيها انت حسب رايك؟ ايه هو راه يطبق في طريقه يعني انا حسب واش راني نشوف النصائح اللي عطاها لهم المدرب تاعهم، هو يعني السرعه في تمرير الكره، ولكن تلقاو في تلقاو فريق اللي يلعب. تفضل تفضل. هذه محاوله وما فيش تسلل، ولحسن حظ الحارس حمند فالكره ما وصلتش للشباك، والى جانب هذا نظن باللي فريق الشبيبه لحد الان يحاول على كل حال بالكرات القصيره، ولكن تنقص نوع من السرعه والدقه اللي نشوف باللي ما كاش لا بريسيزيون كما يقول. لا ماشي هذه المشكله تاعو، المشكله هو تلقى في تجمع تاع الدفاع وتقليص المساحات يعني لا ليميتاسيون دي زيسباس، هما هذه هي اللي راهم مركزين عليها، يعني يقلصوا المساحات ويجتمعوا في الدفاع ومن بعد غير ياخذوا الكره انطلاقه يعني بهجمات معاكسه، ولهذا يعني تلقاو صعوبات يعني لحد الان. راهم شبيبه القبائل يعني راهي تركز اللعب تاعها في الكرات السريعه والقصيره، ولكن كل ما يوصلوا للاسف كل ما يوصلوا للمرمى يلقاو ست سبع لاعبين، ولاحظها مليح كل ما تكون الكرة في 18 متر تاع فريق افريكا سبور احسب العدد تاع المدافعين وتشوف اذا ما فيش ستة او سبعة كل مرة، ولهذا يعني صعب شوية. وافريكا سبور من حقهم يلعبوا هكذا لان فايزين باربعة صفر، ليش يروح فهمتني هذه يعني يخلي انه الفريق الخصم هو اللي يدير اللعب. هو دوك الا سجل بهجمة معاكسة وراه شفت مرة ومرتين قريب يعني، لان شبيبة القبائل لازم يتقدموا للامام، والاخرين لازم ينتظروهم وعندما يوصلوا لهم ينطلقوا ياخذوا الكره ويعاودوا ينطلقوا، هذه يعني شيء واضح 4-0 مستحيل باش يطبقوا طريقه اخرى. والامكانيات تاع فريق الايفواري هذا حسب ما شفناه لحد الان، ماشي نظن باللي ماشي هذه القيمه الحقيقيه تاع اللاعبين، يعني نظن باللي امكانياتهم يعني كبيره على الشيء اللي رانا شاهدوه. ترجع دائما الكلام اللي راني نقول لكم، ما همش يلعبوا يعني يلعبوا في بالمستوى تاعهم، لان ما همش حابين درك يعني يفتحوا اللعب باش يقدروا يسجلوا، لان فريق معروف فريق يعني ذات مستوى عظيم وكبير، ما فيها حتى ما فيها حتى كلام معروف. يعني انا نظن لو شبيبة القبائل يعني يقدروا يفوزوا بالمباراه هذا الشيء يكون مكسب كبير، يعني انا بالنسبه لي هذا هو الشيء، لان شفت اللاعبين عندهم حوالي 20 لاعب في مستوى عالي، يعني فريق محترف ماهوش فريق يعني. شوف عبد الوهاب راح نعود ليك ربما في الشوط الثاني تعطينا اكثر تفاصيل فيما يخص مجريات اللقاء ونتحدث ربما على الاشياء اخرى، لكن الان ركنيه لصالح فريق كوت ديفوار والكره تخرج فريق افريكا سبور وتروح لصالح فريق الشبيبه، فريق الشبيبه اللي يحاول دائما ولو انه لحد الان نبقى يعني نشاهد انه فريق يحاول ولكن المحاولات ما تتعداش 30 متر او 20 متر من فريق
كوت ديفوار، وهذه محاوله حاج عدلان على الجهه اليمنى، حاج عدلان وعن طريق المراوغه وتخرج الكره ركنيه، ركنيه لصالح فريق شبيبه القبائل، يخرجها اللاعب رقم سته اللي هو روفان. وروفان معروف هو الاخر لاعب دولي شارك في 92 بالسنغال مع الفريق الوطني. ركنيه هذا محي الدين، وتبقى الكره في منطقه افريكا سبورت. تفوق في الاخير فريق الشبيبه، وتعود مره اخرى دائما الكره لصالح الشبيبه، شبيبه القبائل. قذف من دودان وحاج عدلان، واش راه يعمل؟ يغير، شوف الكره هذه كان بامكانه ولو انه كانت ذكيه ما قذفش، يعني روتري حاول يخرج الكره لاحد رفقائه، لكن الكره في الاخير تخرج ركنيه، ركنيه اخرى لصالح الشبيبه. صفر مقابل صفر بعد مرور حوالي 33 دقيقه بعد هذه الركنيه المقوسه، وضربه راسيه والهدف ممتاز. الهدف لا، يقول الحكم ما عرفناش لماذا رفض الهدف هذا، مهم انه الحكم الحاج فاي يرفض الهدف. يعني نتمنى اننا نشاهد مرة أخرى الإعادة بالصورة البطيئة حتى نتأكد ما هو الخطأ اللي ارتكبه. هذه ركنية، فيش على ما أظن ما فيش خطأ، ضربة رأسية، ضربة رأسية، والمتفرج بدون شك راه يشاهد في هذه اللقطة. المهم إعادة أخرى، فكرة من إخراج لعبد القادر مرباح بمساعدة شلبي عبد الكريم. مهم أن سعدي نور الدين مدرب شبيبة القبائل يبقى دائما ينتظر في النتيجة، كما صرح لنا أمس أنه المهم أنه فريق راح يلعب بشجاعة كبيرة وبإمكانياته المعروفة حتى يسجل نتيجة، نتيجة مقبولة، نتيجة مرضية لترضي الجمهور، كما قلت في بداية الوصف، خاصة بعد إقصاء كل الفرق، فريق مولودية وهران، اتحاد الحراش والفريق الوطني. لكن يحاول فريق شبيبة القبائل، ولو أنه مهمته راح تكون صعبة وصعبة للغاية، لأنه تقريبا أقول أنه من المستحيل، أنه الشبيبة يسجل 5 أهداف كاملة أمام هذا الفريق. لكن نحن دائما في انتظار، ولما لا، هذا بنقاسي، واش راه يعمل بالكره؟ شوف كره سهله، عميرو على الجهه اليسرى ويضيعها، لانه حاول يزيد يعني مراوغه زائده وتضيع الكره هذه، ولصالح فريق نيجيريا. طبعا شبيبه القبائل الحاليه هي شبيبه الشباب طبعا، وما فيهاش لاعبين عندهم يعني خبره وكذا، لكن طبعا ما نطالبوش هذا الشباب يعني نطالبوهم بمجهود، ولكن موش فوق طاقتهم طبعا، لانهم رايحين يتعلموا اكثر وياخذوا اكثر في المستقبل، وبامكانهم ان يكونوا في المستقبل ابطال افريقيا. اذا مخالفه لصالح فريق افريكا سبورت في التنفيذ، ماجي سيرج على قائد الفريق في هذه المحاولة، وراح تشكل خطورة هذه الكرة طبعا. محاولة وحمناد، ودفاع شبيبة القبائل. حمناد لمفتاح، مفتاح أيت عبد الرحمن. بن حملات على الجهة اليسرى، طويلة ناحية عميرو، لكن تدخل الدفاع، تعود الكرة لصالح شبيبة القبائل عن طريق أيد طاهر. أيد طاهر أماوش، وأمام حاج عدلان. حاج عدلان المحروس من طرف هوبو أرسان، محاولة لدودان. حاج عدلان،
ويفتح ناحية الدفاع يخرجها دفاع أفريكا سبور. عدان والمخالفة، مخالفة من أحمد وطارة. بن حملات بن قاسي يحاول شبيبة وتحاول شبيبة القبائل أن تنظم أو تنظم بعض الهجمات، لكن فيه تراجع للدفاع، دفاع أفريكا سبور طبعا من أجل الحفاظ على النتيجة المسجلة 4-0 في لقاء الذهاب. حاج عدلان، حاج عدلان يحاول أمام هوبو أرسان ومخالفة لحاج عدلان. التنفيذ دودان، الشاب دودان ليحمل رقم 14 مدافع أيمن. مليحة ويدخل الدفاع من جديد الكرة وتسلل، تسلل أعلن عليها مراقب الخطوط. في الحقيقة هنا ما كانش فيه تسلل لأنه كان مدافع بعيد تماما عن المهاجمين، لكن مساعد الحكم أشار إلى تسلل، وتبقى إذن النتيجة هكذا 0-0 بين فريق يريد على الأقل أن يسجل نتيجة شرفية والفوز باللقاء، وفريق آخر يريد أن يحافظ على النتيجة ويتأهل عن جدارة أمام فريق شبيبة القبائل. 35 دقيقة من الشوط الأول هذا، نتيجة 0-0، والشبيبة دائما تحاول لكن محاولات ماهيش يعني محاولات نقولوا كاملة وجيدة، وإنما محاولات ما شكلتش خطورة كبيرة على الدفاع المتكامل، الدفاع القوي من فريق كوت ديفوار. لحد الآن فريق نيجيريا يعتمد على الهجمات المضادة عن طريق اللاعب أوليا تومسون رقم 14، وكذلك بوغري أغوي هذا رقم 4، وكوني إبراهيم رقم 5. هذوما اللاعبين ليعتمد عليهم فريق كوت ديفوار في الهجوم. شوف هذه محاولة حاج عدلان، حاج عدلان والهدف لا. شوف حاج عدلان بعد ما راوغ سبق اللاعب بن قاسي وقذف، والكرة مرت فوق المرمى، فوق المرمى، وكان بإمكانه فريق شبيبة القبائل أن يفتح باب تسجيل. بن قاسي، بن قاسي من العناصر اللي حقيقة هذا اللاعب يمتاز بإمكانيات مقبولة. حاج عدلان شوف المحاولة، المراوغة كانت مليحة ولكن قذف اللاعب بن قاسي ومرت الكرة فوق المرمى. ربما لو ترك الفرصة لحاج عدلان لأنه كان مستعد بعد ما راوغ، كان طريق مفتوح للتسجيل. تخرج الكرة هذه، تماس صالح فريق أفريكا سبور والسيرج ألان ماكي كان أحسن لاعب في وسط الميدان في البطولة الإفريقية للأمم التي جرت في السنغال. طويلة هذه الكرة، يتدخل عبد الرحمن، تعود الكرة من جديد لكوت ديفوار، تبادل كروي، كرة هذه عالية خرجها بالحملات بضربة رأسية من منطقته، تعود من جديد لفريق أفريكا سبور على الجهة اليمنى، اللاعب رقم 12 هذا اللي هو لينيو. شوف المحاولة، لكن الحكم كان أعلن على خطأ، ربما راح يكون انذار عبد القادر للاعب لانه اعتمد تضييع الوقت لكومارا ياكوبا رقم 13. يتلقى اذا انذار من طرف السيد الحاج فاي الحكم القنبي. وبن حملات على الجهه اليسرى، بن حملات لمفتاح، مفتاح والمحاولة، محاولة الصعود للهجوم من مفتاح وضيع له الكرة، هذه ضيع له الكرة وتصبح هجوم معاكس لصالح فريق شبيبة أو أفريكا سبور. و
وطرى لكن ضيعوا هذه الكرة لصالح فريق شبيبة القبائل. طويلة من أيت عبد الرحمن ناحية حاج عدلان. حاج عدلان اللي يهرب على الجهة اليمنى ويمرر الكرة لبنقاسي، لكن الكرة هذه ما وصلتش التمريرة. كان بإمكانه أن يمرر أحسن لكن تسرع نوعا ما والتمريرة ضاعت للحارس جراغبو أوبو. والتسلل طريقة جيدة يستعملها فريق شبيبة القبائل ويخرجوا الكل من يعني يستعملوا طريقة الخط بذكاء. إذن عدان وبن حملات على الجهة اليسرى ناحية أي الطهر اللي ما تحركش كثير في هذا الشوط الأول. بن حملات وركنية، ركنية بعد ما لمست لينيو على الجهة اليمنى، لينيو المدافع الأيمن في صفوف المنتخب الإيفواري، المنتخب الوطني الإيفواري. وبن قاسي، بن قاسي في تنفيذ الركنية مليحة والكاد الهدف، كاد يكون هدف من أي الطهر، كاد يكون هدف من أي الطهر. ونشوف باللي تجمع كبير، تجمع كبير لعناصر أفريكا سبور، فيه واحد فقط في الهجوم، فيه واحد فقط في الهجوم وهو أحمد وطارة رقم 9 ليحرسوا أيت عبد الرحمن. وتضيع طبعا تضيع الوقت من الحارس ومن عناصر أفريكا سبور طبعا، هذا في صالحهم و يهمهم كثير تضيع الوقت. محاولة عن طريق دودان روح لي سيرج ماغي اللي خرجها إلى التماس. سيرج ماغي هذا نشيط ناشط كثير في الميدان، يلعب مهاجم وسط الميدان مدافع وفي كل مكان نلقاه هذا سيرج ماغي. والحارس محاولة من شبيبة القبائل، يعني المحاولات تقريبا ما شكلتش خطورة كبيرة على الدفاع وعلى حارس أفريكا سبور اللي يلعب كذلك فيه يعني راحة نفسية كبيرة عند رفاق سيرج ماغي. على محاولة من أيت الطهر لعميرو على الجهة اليسرى، عميرو كجناح أيسر يفتح ناحية حاج عدلان. حاج عدلان كان بإمكانه أن يحبس الكرة تاعو ولا يمررها برأسية مليحة ضعيفة من حاج عدلان خارج ست أمتار. هكذا فريق شبيبة القبائل نشوف أنه في ظرف 10 دقائق ضيع ثلاث أهداف، يعني محاولات كادت أن تكلل على الأقل على الأقل بهدف واحد، لكن المهم أن النتيجة تبقى دائما متعادلة، متعادلة صفر مقابل صفر في لقاء مستواه نقدر نقول انه متوسط. شوف عندما ينطلق بسرعه فريق الايفواري افريكا سبور فيشكل نوع من الخطوره للفريق اللي يعتمد على اللعب الجماعي اكثر. حاج فاي حكم يتبع كل اللقطات وما يخليش اللاعبين يرتكبوا الاخطاء، هذا شيء جميل، شيء يخلي اللاعب ربما تحكم في اعصابه اكثر. شوف اللقطه هذه المحاوله روح في الاخير تخرج الكره، تخرج الكره، تخرج الكره هذه، انطلق اللعب اموش لكن في الاخير تخرج الكره لصالح فريق افريكا سبور. افريكا سبور يعتمد على التجربه لانه اغلبيه العناصر 26 سنه 28 واكبر عنصر هو لينيو. قذفة من بعيد فوق المرمى، قذفة كانت مليحة من بن حملات، هذا رشيد شرادي مدرب الجزائري الجنسية لي طبعا درب منتخب الأواسط في 83 وكان يشرف على منتخب الأكابر المنتخب الوطني الجزائري سنة 86. إذا رشيد شرادي من خريجي معهد تكنولوجي للرياضة وعنده خبرة كبيرة، خبرة كبيرة طبعا إذا كنا قلنا خبرة كبيرة في إفريقيا لأنه وصل إلى حتى الدور النهائي مع فريق فيتالو بيرندي في 93 أي في كأس الكؤوس،
وخسر امام هذا الفريق اللي اليوم راه يدربوا اليوم هو فريق افريكا سبور. اذا فيه اطارات جزائريه مختصه في الرياضه هاجرت وعملت كثير وعندها اليوم يعني قيمه كبيره في الدول هذه اللي مشات لها سواء في المغرب او في الدول الافريقيه البيرندي كذلك كوت ديفوار وغيرها من البلدان وحتى كذلك في بلدان الخليج. هذه محاوله لصالح فريق شبيبه القبائل وتخرج تماس لصالح فريق شبيبه القبائل. الى جانب المدربين فيه لاعبين كذلك يهاجروا ويلعبوا خارج في البلدان الشقيقه تونس والمغرب. فيه مدربين كذلك في المغرب نذكر على سبيل المثال خالد محي الدين ويوسف قادة اللي هو ربما مش معروف عند الجمهور لكن يوسف قادة اللي يدرب حاليا فريق سيدي قاسم من المغرب الشقيق. هكذا تنقل كذلك فرقاني اللي يدرب فريق المحمدية. هكذا اذا المدربين واللاعبين اصبحوا يهاجروا ويتركوا فراغ كبير الشيء اللي ربما يخلي البطولة اثر على الكرة كذلك اثر على الكرة الجزائرية ككل ويخلي المستوى ينخفض. هذه انطلاقة سيرج ماتي وسط السنة الشيء اللي شاهدناه في فريق اتحاد الحراش حتى من المدرب افتسان تأثر كثير وقال أنا ما نلقاش مانع أنه لاعب يحوس ربما يحسن من حياته أو الاجتماعية ولكن من المفروض أنه يبقى حتى نهاية هذه. شو محاولة والحارس شوف الخطأ وتبقى الكرة هذه المرة لصالح كوت ديفوار وسيرج ماكي بعد الكرة بعيدة وقلت ابتسال ما كانش راضي على مغادرة يقول أنه المسيرين هم اللي فتحوا المجال للاعبين باش يغادروا الفريق. هكذا إذا هكذا شيء يأثر كثير على مردود الكرة الجزائرية ككل ومدربين شيء يشرف كذلك الجزائر عندما نشوف أنه مدرب يوصل عندما يدرب فريق آخر ويوصل إلى دور نهائي من كأس إفريقيا.